بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن العلم الشرعي الذي جاء به الكتاب والسنة علم ضروري للبشرية، وهو حياة القلوب ونور البصائر، وهو الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ميراثه الذي ورثه لأمته. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم النافع وبالعمل الصالح، لأنه لا انفصال لأحدهما عن الآخر، فلا العلم ينفع بدون عمل، ولا العمل ينفع بدون علم، بل لا بد من أن يكون العمل مقرونا بالعلم مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإصلاح النية. والعلم هو حياة القلوب، وهو نور البصائر، وهو زينة الدنيا والآخرة. والعلماء هم ورثة الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقد فضل الله العلماء ونفى التسوية بينهم وبين الجهال، قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فالعالم في المجتمع كالقمر في السماء، يستضيء الناس بعلمه ويستفيدون منه ويرجعون إليه فيما أشكل عليهم. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم والتفقه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والله سبحانه وتعالى حث على الرحلة لطلب العلم والتفقه في الدين، فقال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقوله فلولا نفر هذا حث للنفور لطلب العلم ولو بعد مكانه، ولكن لا يجب على الناس كلهم أن ينفروا، وإنما ينفر منهم أفراد تحصل بهم الكفاية، تفقهون في دين الله ويفهمونه
لتعلم العلم النافع على أهل العلم، ثم يرجعون إلى قومهم الذين نفروا من عندهم لطلب العلم، يرجعون إليهم بالعلم وينشرونه بينهم ويفقهونهم في دين الله. فالواجب على المسلم أن يتفقه في دين الله وأن يتعلم ويعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الفقه في الدين علامة على إرادة الله الخير بالعبد، وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا. ومفهوم الحديث أن من لم يفقهه الله في الدين أنه لم يرد به خيرا. والعلماء وجودهم في المجتمع أمانة له من الهلاك، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفقد العلماء مصيبة على أهل الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالناس بحاجة إلى من يفتيهم، ولا يحصل هذا ويتحقق إلا بوجود العلماء. فإذا لم يوجد العلماء فسيسأل الناس من يتوسمون فيه العلم وهو ليس كذلك، فيفتي بغير علم فيضل في نفسه ويضل من أفتاه. إذن فيجب على المسلمين أن يعتنوا بهذا العلم، ولهذا قال العلماء إن طلب العلم على قسمين: قسم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وهو تعلم ما لا يسع الإنسان جهله من أمور دينه، في عقيدته، في صلاته، في زكاته، في صيامه، في حجه وعمرته. هذا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه، ليعبد الله على بصيرة ويقيم دينه على بينة. وقسم إنما هو فرض كفاية، إذا قام به تعلمه من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركه الكل أثموا، وهو تعلم ما زاد على العلم الضروري الفرض العيني، كتعلم أحكام المعاملات وأحكام الأوقاف والوصايا والمواريث وأحكام الأنكحة والطلاق وأحكام القضاء. فهذه أمور لا بد منها لحاجة الناس إليها، ولكن إذا قام بها أفراد تنسد بهم الحاجة سقط الإثم عن بقية المسلمين، وبقي سنة مؤكدة. وطلب العلم من أفضل الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وذلك لأن القمر يضيء لنفسه ويضيء للناس، أما الكوكب فإنه إنما يضيء لنفسه فقط. فالعالم لكون علمه ينفع الناس شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر الذي ينتشر ضوءه على الكون، وشبه العابد الذي يشتغل بالعبادة ولا يطلب العلم بالكوكب الذي نوره ونفعه قاصر على نفسه. فإذا كان هذا فضل العالم على العابد، فكيف بفضل العالم على الجاهل غير العابد؟ فالأمور واضحة، والحاجة إلى العلم الشرعي ضرورية. ولهذا كان المسلمون يهتمون
بتعلم العلم وتعليمه، سواء في المؤسسات العلمية والمدارس النظامية، أو كان في حلق الذكر ومجالس العلماء في المساجد وفي بيوت الله عز وجل. فكانت الأمة تتدارس هذا العلم وتتوارثه جيلا بعد جيل، وما دام هذا موجودا في الأمة فهي على خير، وإذا فقد هذا ضاعت الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن هنا يتعين على المسلمين أن يهتموا بطلب العلم وتأمين الوسائل للطلبة وتهيئة الأمور لهم حتى يتفرغوا لطلب العلم يسد الحاجة. فإن الأمة بحاجة إلى القاضي، بحاجة إلى المفتي، وبحاجة إلى الخطيب، وبحاجة إلى الداعية، وبحاجة إلى طلبة العلم دائما وأبدا. ولا يتحقق هذا إلا إذا أقيمت المدارس لدراسة هذا العلم، وعمرت المساجد بحلق الذكر. هذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليه الله في القرآن الكريم، قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فلا يبقى الناس في الجهل ولا يتركون طلب العلم وإن بعدت مسافته، بل يطلبون العلم أينما كان وينشدونه أينما وجد، حتى يبقى هذا العلم وتبقى هذه الحجة قائمة، ويبقى طريق الهدى والسداد مفتوحا أمام الناس. فلا حياة للأمة إلا بالعلم الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما علوم الدنيا وتقنيات الدنيا فهذه أمور تكميلية، وهذه الأمة بحاجة إليها أيضا، ولكن حاجتها إلى العلم الشرعي آكد وأشد. وعلى الأمة أن تحقق النوعين من العلم الشرعي والعلم الدنيوي حتى تتم مصالحها وتنسد حاجاتها ويصلح أمرها. وفق الله الجميع لسداد القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.